السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا التطبيقات الكتابية الخاصة بالنص ديال التربية في زمن التحديات. صفحة 176 مرجع كتابي في اللغة العربية. الحصة ديال التطبيقات الكتابية فيديو آخر إن شاء الله غادي نخصو للشكل، غادي تلقاوه في الأسفل ديال الفيديو في الوصف. متنساوش تابونو في لاشين في الجرس باش ديما يوصلكم الفيديوهات. إذا بالنسبة للسؤال الأول، استخرج من النص الجملة عشان نرجع عناصر والترسيم التالية. اسم إشارة مبني وهو مبتدأ، خبره مرفوع بالضمة، وتمييز مجرور بالإضافة. بالنسبة لاسم الإشارة اللي غيمك يدير دور مبتدأ هو هناك. هناك هو اسم إشارة مبني وهو مبتدأ، خبره مرفوع أربعة، هناك أربعة مرفوع بالضمة الدال الأخيرة، والتمييز هو أشيائين. هناك أربعة أشيائين هو تمييز ديال العدد. هناك أربعة أشياء هي الجملة المناسبة لهذا الترسيمة، مبتدأ خبر وتمييز. من السؤال الثاني، مطلوب منا إعراب جملة نعتبرها أكثر خدمة. مطلوب منا إعراب ديال الجملة. إذا نعتبرها، عندنا نعتبر فعل مضارع مرفوع الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نحن نعتبر، وها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، مفعول به أول. أكثر نعتبرها ماذا؟ نعتبرها أكثر، أكثر مفعول به ثاني منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. خدمة، أكثر خدمة تمييز ملحوظ منصوب بتنوين الفتح. إذا قلنا خدمة تمييز ملحوظ منصوب بتنوين الفتح. بالنسبة للسؤال الثالث، استخرج من النص الجملة التي تندرج عناصرها في الترسيمة التالية. استخرج من النص الجملة التي تندرج عناصرها في الترسيمة التالية. في الجدول كاين فعل مضارع عبارة عن ناسخ، اسمه ضمير مبني، خبره منصوب بالفتحة، وتمييز منصوب بالفتحة. إذا الفعل المضارع أصبحت وهو ناسخ، هي أصبحت، أصبحت اسمه ضمير مبني. إذا هي هنا يعني الجملة ما كاينش هي، كاين ضمير مستتر تقدير، هنا التقدير هي. أصبحت أوسع، الجملة كنلقاو أصبحت أوسع، إذا اسمه هو ضمير اللي هو هي ضمير مبني، وهو يعني ضمير مستتر. خبره منصوب بفتحة أوسع، والتمييز منصوب بفتحة انتشارا، أصبحت أوسع انتشارا. سؤال رابع، أحول الفعل في الجمل إلى مضاف إليه والتمييز إلى فاعل. إذا الفاعل هو الأطفال، زار زاد الأطفال تعلقا بالترفيات المادية. الفاعل والأطفال خصنا نرجع مضاف إليه، غير المكان ديالو غيولي هو الثالث، والتمييز اللي هو تعلقا غيولي هو الثاني اللي يولي فاعل، غيولي الشكل بهذه الصيغة. زاد تعلق الأطفال بالترفيات المادية، الأطفال كان فاعل ولا مضاف إليه مجرور، وتعلقا كان تمييز ولا فاعل. زاد تعلق الأطفال بالترفيات المادية. بالنسبة للسؤال الخامس، استخرج من الجملة التي تحتوي على التمييز في الفقرة الأولى واملأ بها الجدول. إذا الفقرة هي دي، إن التحديات التي تواجه التربية اليوم أصبحت أوسع انتشارا وأكثر تعقيدا، فأحيانا نجد أنفسنا أشد إحساسا بالعجز أمام محاولات تخطيها والتغلب عليها. التمييز اللي كاين فيها كاين أوسع وهو تمييز ملحوظ، المميز أوسع والتمييز انتشارا هي أوسع، أوسع انتشارا. كاين أكثر تعقيدا توا إذا تمييز ملحوظ، وكاين أيضا أشد إحساسا. الأوسع انتشارا، أكثر تعقيدا، أشد إحساسا، هذا المميز وهذا التمييز، ونوعه تمييز ملحوظ. سؤال السادس، مطلوب منا نركب جمل فيها هذه الأوصاف. الجملة الأولى مطلوب يكون فيها مميز عدد وتمييز مفرد منصوب. إذا قرأت 15 حزبا من القرآن الكريم، قرأت 15 حزبا من القرآن الكريم. العدد هو المميز هو عدد 15، والتمييز عدد هو العدد هو مفرد منصوب أو حزب، حزب غير واحد مفرد، حزبا هنا 15 حزبا، إذا هو منصوب. الجملة الثانية، الشرط اللي فيها يكون المميز عدد حتى هو، ولكن التمييز يكون جمع مجرور بالإضافة. مثلا اشترى لأبي، اشترى لي أبي 10 أقلام، أقلام راه جمع وجمع مجرور بالإضافة، جمع ديال القلم، اشترى لأبي 10 أقلام. الجملة الثالثة، الشرط ديالها تكون فيه المميز يكون عدد والتمييز يكون مفرد مجرور بالإضافة. أنا كنجمع يكون مفرد، مثلا باع الفلاح 100 خروف في عيد الأضحى،
باع الفلاح 100 خروف، العدد هو 100 هو المميز، تمييز خروف هو مفرد مأجور بالإضافة. إذا هنا 15 حزبان، 10 أقلام، 100 خروف، أو ممكن ديروني جمل أخرى على هذه الشكل. سؤال 7 الأخير، مطلوب من نستعنوا بالصورة اللي فيها الجدة مع الطفلة ديالها ونتحدث فيها على دور الجدة في تربية الأحفاد مع توظيف ما تعرفته من ظواهر لغوية. كمثال لهذه الفقرة، تلعب جدة دورا مهما في بناء شخصية الأطفال وإيقاد الاهتمامات والعواطف الكامنة بداخلهم أكثر من أي قريب آخر لهم، لأنهم بحسب رأي العديد من المحللين النفسيين يوفرون لهم الأمان العاطفي بما يحمله من حب وثقة وعدم ودعم غير مشروطين، بالإضافة إلى أنهم عادة ما يعمدون إلى نقل خبراتهم إليهم لمساعدتهم في مواجهة الحياة بشكل أفضل. هذه كفقرة ممكن أن نضيف أيضا إن الأجداد لديهم مرونة للاستماع للأحفاد وما يقولونه وما يشعرون به ويفكرون فيه أكثر من الآباء، فبوسع الأحفاد التعلم منهم، بل ستكون لديهم القدرة على حل كثير من المشاكل التي يواجهونها باقتباس فكرة ما منهم. إذن هنا ممكن تاخذوا نفس الفكرة أو الفقرة، ممكن تغيروا فيها لبلكم مناسب، وبخصوص فقرة ممكن ناخذ فقط الفقرة الأولى ونغير فيها بعض الأشياء ونخلوها كما هي، فقط نموذج للاستئناس. نتلقى إن شاء الله فيديو مقبل على نفس القناة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.